بعد 32 سنة من وجوده، ورغم التعديلات الطفيفة التي طالتها والتي كانت تصدر بمراسيم رئاسية، وضعت الحكومة الجزائرية مشروع قانون النقد والقرض على طاولة البرلمان لأول مرة لدراسته ومناقشته والتصويت عليها، خطوة يعتبرها متابعون إعادة لصلاحيات البنك المركزي ليقوم بدوره الكامل في ظل التحولات الاقتصادية والمالية التي تخطوها البلاد. تقديم أكثر استقلالية للبنك المركزي، يعني نشوفه ما حدث في سنوات الفارطة من طبع الأموال اللي خلق لنا مشكلة كبيرة في التضخم وعدم قدرة الأساليب الأدوات النقدية من الحد ولا التحكم في هذا التضخم. الآن عن طريق هذا القانون البنك المركزي سيأخذ أكثر استقلالية. إعادة هيكلة القطاع المصرفي الجزائري والاندماج في منظومة الاقتصاد العالمية خطوات تتماشى وقرار السلطات الأخير فتح فروع بنكية خارج البلاد لتشجيع الاستثمار الأجنبي الذي يتطلب تسهيلات في حركة تحويل رؤوس الأموال. هذا لا يمكن إجراؤه إلا من خلال تعديل قانون القرض والنقد، حتى يسمح للبنوك العمومية أنها تفتح بنوك أو فروع في الخارج في الدول الإفريقية وفي دول أوروبية، حتى تتم تسهيل المعاملات المالية بين هذه البنوك، لا سيما المتعاملين الاقتصاديين الذين يعرفون حركية تجارية وحركية استثمارية بين دول أوروبية وإفريقية، وخاصة نحن نتوجه في الآونة الأخيرة إلى دخول السوق الإفريقية. القضاء على السوق الموازي الذي تتواجد به كتلة نقدية تصل إلى 100 مليار دولار أمريكي حسب ما أعلنه الرئيس سابقاً، هدف يتطرق إليه مشروع القانون أيضاً عبر تشجيع التعامل بأدوات جديدة من بينها وسائل الدفع الإلكتروني التي ستسمح باعتماد الدينار الرقمي في المنظومة المالية في البلاد. إصلاحات مالية ومصرفية تسعى السلطات الجزائرية لاعتمادها مؤخراً لمجابهة التحديات التقنية والتكنولوجية بغية الوصول لتحقيق أهداف اقتصادية كبرى. نهى الزرواطس، كان نيوز عربية، الجزائر.